بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا مذكر الإمام الولي الصالح العالم الجليل متكلم أهل السنة والجماعة في بلاد ما وراء النهر، وثاني أهم الرجال في طريقة السادة الماتريدية، الإمام أبو المعين النسفي رضي الله عنه في مدينة نسب، هذه المدينة المباركة التي اشتهرت العلماء والصالحين منها هذا الإمام الجليل، وبعده الإمام أبو البركات النسفي الذي سنزوره إن شاء الله لاحقا. هذا الرجل كان في مذهب الماتريدية كما قلت يشبه بالإمام الباقلاني عند الأشعرية، كما أن الإمام الباقلاني قعد مذهب الأشعري ونصره ونظمه ودافع عنه وكتب المطولات في هذا، كذلك الإمام أبو المعين النسفي رضي الله عنه فعل الشيء ذاته في مذهب الماتريدية. تقريبا هو معاصر للإمام الغزالي، وبين وفاتيهما مدة يعني قريبة في نفس السنوات تقريبا، هذا أظنه في سنة 508 حجة الإسلام الغزالي 505، في نفس العصر كان الإمام الغزالي رضي الله عنه يقرر مذهب الأشعرية أهل السنة والجماعة في النظامية، وكان هذا الإمام الصالح يقرره في بلاد ما وراء النهر، فهما وجهان لعمة واحدة رضي الله تعالى عنهم، ونفعنا ببركاتهم ونفحنا بنفحاتهم. هؤلاء القوم هم أسوتنا وقادتنا وسادتنا، هم الذين أصل العلم وبينوه ونفوا عنه الزغل والدخيل، فله فضل على كل من جاء بعدهم. قمعوا الزنادقة وأصحاب الفرق الضالة كالحشوية والكرامية المجسمة الجهمية، هذه الفرق الضالة جميعا قمعوا بدعتهم وردوا الناس للكتاب والسنة بقواعد عقلية متينة تصمد للمناظرة في مناظرة الخصوم من خارج دائرة الإسلام أو من المبتدعة المنسوبين إلى الإسلام. نسأل الله جل جلاله له المزيد من الرفعة والرضوان، نسأل الله جل جلاله أن ينفعنا به، نسأل الله جل جلاله كما أكرمنا بزيارته في الدنيا حبا فيه، نسأل الله جل جلاله أن يجمعنا به تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، تحت الشعار ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترضوا عليه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.